العربي الجديد بودكاست خمس أطعمة حذر الخبراء من إعادة تسخينها كل عمرك بترجع من شغلك على البيت بتسخن الأكل اللي طابخه من مدة أنت بحاجة روزناما لتتذكرها تقنع نفسك أنك عم تتذوق طعم التاريخ البايت وبتتناول وجبتك بسلام وكسل لا متناهي المشكلة الوحيدة اللي كانت تخرب عليك متعة اللحظة هي تأنيب أمك المتواصل لأنك عم تاكل على الصوفة وتارك الجلي بالصالون بس اليوم يا عزيزي صار لازم تجلس قعدتك وترفع أكمامك لتتعامل بجدية مع المشكلة الجديدة لأنه بحسب أحدث ترند على السوشيال ميديا أنت ممنوع من تسخين السبانخ، الجاج، البيض الرز، البطاطا، الفطر وحتى الخبز وإلا رح تواجه مصايب صحية مو آخرها السرطانات إذا ما عجبك الحكي خليك على السماء لأنه أنا برضو ما عجبني هذا بودكاست حياة صحية وأنا يارا حيدر مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء ضيفتنا اليوم المهندسة الزراعية مريم سلوم ماجستير سلامة غذاء من كلية الزراعة بجامعة دمشق أهلا وسهلا فيك أستاذة أهلا فيك أستاذة يارا بشرفني يكون معكم بهذا البودكاست اللطيف أستاذة مريم مهمتك اليوم صعبة ضروري تحليلنا مشكلة الشخص اللي بيعيد تسخين الأكل نفسه اللي حكيتي يعني عنه قبل شوي هذا هو صراحة يارا هذا مشكلته أعقد من إعادة التسخين ترك الأكل بالبراد لمدة أكثر من 3 إلى 4 أيام ممكن يعرضنا لخطر تسمم غذائي وهون لازم نفهم شغلة درجات الحرارة الباردة ما بتأثر البكتيريا وإنما بتبطئ نموها وكل ما نخفض درجة الحرارة عن 4 درجات مئوية بيكون هذا التأثير أكبر لهيك مدة صلاحية الأكل بالبراد محدودة على عكس الثلاجة اللي صلاحية الأكل فيها مفتوحة نقطة كتير مهمة رح نشرح عنها تاليا يعني يا عزيزي لا تخاطر بتذوق التاريخ لأنه ممكن تتعرض للتسمم كذلك لا تاكل على الصوفة لأنه هاد أحد عوامل الخطر اللي بتهدد تماسك العائلة تمام هيك استاذة مريم؟ ممتازة ممتازة <applause> هلا فينا ننتقل لمشكلة إعادة التسخين؟ عموما لكل بحث في سؤال سؤال جوهري اسمه سؤال البحث سؤال البحث ليس ليس ما هي الأطعمة التي لا يمكننا إعادة تسخينها ولا حتى لماذا لا يمكننا إعادة التسخين سؤال البحث هو من هم الخبراء الذين قالوا هذا؟ أها هلا أنت خربتي للمفاجأة اللي كنت مخبيتها لآخر الحلقة رح نعمل مفاجآت أهم ما تقلقي عموما أنا وعم الحلقة دورت كتير على مصدر هذا الترند وما لقيت غير مقالات صحفية ما في ولا مرجع علمي بيقول إنه ممنوع عيد تسخين أي أكل لأنه بيتشكل فيه مواد ضارة أو مسرطنة أو ما بعرف شو ما في هيك شي مع أنه الكلام المكتوب بهي المقالات ممكن يبين مقنع بالنسبة للبعض هلا رح نحكي عنه نقطة نقطة م -م. ولكن خليني سلط الضوء على فكرة كتير مهمة المصدر الصحافي قد ما كان موثوق هو ليس مرجع علمي مية بالمية وإنما ممكن يكون مفتاح لحتى نفكد موضوع محدد ونتأكد منه لاحقا من المراجع الموثوقة اللي هي المنظمات أو المؤسسات المعتمدة بالضبط هلأ فينا نحول سؤال الحلقة يا رو نقول مثلا لماذا يمكننا إعادة تسخين الطعام؟ حاضر استاذه مريم الطعام الاول اللي زعم انه ما لازم نعيد تسخينه هو السبانخ والسبب المزعوم ايضا انه السبانخ بيحتوي على تراكيز عاليه من النترات اللي بتتحول لماده مسرطنه اسمها نيتروزامين الجزء الثاني من الحكي صحيح يعني النترات موجوده موجوده بتراكيز عاليه مو بس بالسبانخ وانما بغيرها من الخضار مثل الجرجير كمان وحتى بخضار اخرى مثل الشوندر والكرابس هلا النترات بحد ذاتها غير مؤذيه انما ممكن تتحول لنتريت بفعل البكتيريا او انزيمات موجوده بالخضار هلا هي الانزيمات بتكون منفصله عن النترات بالخضار الطازجه وما بتحولها لنتريت الا اذا تلفت الخضار او قدمت او انهرست وبهي الحالات النتريت ممكن يتحول لنتروزامين اذا تفاعل مع مواد بروتينيه بالحراره او بالجسم الخلاصه النترات موجوده فعلا بالخضار ممكن تتحول لنتريد ولكن وجود مادة ضارة بأي غذاء مش كافية لنطلع بالتوصية إنه ممنوع تستهلك هذا الغذاء بهذه الطريقة لأنه نحن بحاجة أيضا نعرف هل التراكيز الموجودة فيها هي المادة ممكن تسبب ضرر؟ كيف جسمنا بيتعامل مع هي المادة؟ قد ممكن يمتص من هي المادة؟ كيف بتأثر طريقة التحضير؟ عموما الأجوبة عن كل هي التساؤلات موجودة موجودة بورق بورقة تقييم مخاطر نشرتها الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية ويلي بتنص على أنه استهلاك النترات من النظام الغذائي ومياه الشرب لا يرتبط حاليا بزيادة خطر الإصابة بالسرطان مية بالمية واسمح لي نوه أنه بعض المواد الموجودة بشكل طبيعي بالخضار أو اللي بتنضاف لاحقا مثل فيتامين سي يمكن تقلل من كمية النيتروزامين المتشكل بنسبة 50% بالمية التقشير والغسل والغلي بقلل محتوى النترات بالخضار التجميد والتبريد بيمنع وبيقلل على التوالي نمو البكتيريا اللي بتحول النترات إلى نتريت الطهي أيضا بغير طبيعة الأنزيم اللي بيحول النترات إلى نتريت بينما من جهة أخرى استخدام الخضار التالفة ممكن يفاقم تراكم النتريت ترك الخضار لفترة بتزيد عن ساعتين بدرجة حرارة الغرفة بيساعد أيضا على نمو البكتيريا اللي بتعمل تسمم غذائي واللي بتحول النترات لنتريت هذا الحكي طبعا بحسب مركز سلامة الغذاء بهونغ كونغ بالضبط يا يعني. رب وهون بتكون الخلاصة إنه مو المشكلة بإعادة التسخين وإنما بالتعامل والتخزين غير الآمن للسبانخ وغيرها من الأطعمة قبل إعادة التسخين اها صحيح وهالشي بينقلني لفكرة إعادة تسخين الرز لأنه بينطبق على الحالة نفسها الرز تحديدا عرضة للتلوث ببكتيريا ضارة اسمها العصوية الشمعية هاي البكتيريا بتموت بالطهي ولكن ممكن قبل ما تموت تنتج أبواغ مقاومة للحرارة اللي بنعمله نحن لما بنطبخ الرز إنه بنقضي على البكتيريا وبتضل الأبواغ ومناكل بسلام عادي اول مره، لانه الابواغ ما بتسمم الا اذا صحت لها الظروف المناسبه لتتطور وتعطي بكتيريا جديده. هي الظروف المناسبه ببساطه هي ترك الرز المطبوخ لمده بتزيد عن ساعتين بدرجه حراره الغرفه وعدم اعاده تسخينه على درجات حراره امنه. صحيح يعني. والمشكله مره ثانيه هون مو باعاده التسخين انما بظروف التخزين غير الامنه. كل الأطعمة ما بصير نخزنها بالبراد أكثر من ثلاث أيام وما بصير كمان نخليها بدرجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين وما بصير نعيد تسخين بدرجات حرارة غير كافية طبعا هي الإرشادات العامة لكل الأطعمة بينطبق هالحكي تماما على الرز ولو أن الرز بيتطلب الحذر أكثر من أطعمة أخرى لهيك لا يفضل إعادة تسخينه ولكن هالشي ما بيعني انه اذا اذا ضل عنا بقايا ارز نرمية ممكن نعيد تسخينها مع اخذ مع اخذ اجراءات السلام اللي حكينا عنها. بالضبط ونفس الشيء البطاطا المشوية بورق الالمنيوم. هلا عم شدد على نوع البطاطا لانه انتشر بشكل مغلوط على وسائل التواصل الاجتماعي انه البطاطا بالعموم مرتبطة بنوع خطير من التسمم الغذائي اللي هو التسمم الوشيقي. اكيد. وهون نسأل ليه البطاطا المشوية داخل ورق الألمنيوم تحديدا؟ ببساطة لأنه هذا الورق بيمنع دخول الأكسجين مهم. وبيشكل بيئة لا هوائية مناسبة لنمو أبواغ بكتيريا التسمم الوشيقي هي الأبواغ ما بتموت بالطبخ ولكن ما بتصير مؤذية إلا لما توفر لها بيئة لا هوائية بدرجات حرارة معتدلة وبهي الحالة بتطور البكتيريا منتجة للسموم طبعا هاي البطاطا تحديدا أو بسبب عدم التعامل الآمن معها كانت سبب بتفشي التسمم الغذائي بتكساس عام 1994 ولما بقول التعامل الآمن يعني ما نترك البطاطا مغلفة برا البراد أكثر من ساعتين لهيك لما بتشوي بطاطا بورق الألمنيوم حاولوا تاكلوها فورا <applause> إذا ما أكلتوها فورا طلعوها من ورق التغليف ودخلوها على البراد مباشرة طبعا لا تخزنوها بالبراد اكثر من ثلاثة ايام. بهي الحاله فقط بتكون اعاده التسخين امنه. يعني مره ثانيه بتكون اعاده التسخين مش هي المشكله وانما التخزين غير الامن قبل اعاده التسخين. وفينا نعتبر مده بقاء الطعام بدرجه حراره الغرفه هي نقطه المراقبه الحرجه. بتعطينا لاحقا اما طعام امن مسخن او طعام بسبب التسمم. أستاذة مريم، أحكينا عن إعادة تسخين الرز، السبانخ، البطاطا. هلا بدي أسألك عن نوع آخر من الأغذية اللي أثارت إعادة تسخينها الجدل. هاي الأغذية هي الأغذية البروتينية مثل الدجاج والبيض وحتى الأغذية اللي بتحتوي على بروتين بكمية متوسطة مثل الفطر. للمرة الألف بعيد وبكرر. خطورة إعادة تسخين هاي الأطعمة؟ تتمثل بعدم طهي وتخزينها بطريقة آمنة قبل إعادة التسخين وبالتالي احتمالية انتقال الأمراض المنقولة بالغذاء ما في ولا مرجع بيقول إنه إذا خزننا هاي الأكلات بدرجة حرارة آمنة ما بصير نعيد تسخين. بتفق معك ولكن معلش لحتى نكون جادين بالطرح خلينا نرد على الحجة وبعدين نقدم مرجع مناسب الحجة بتقول إنه البروتين الموجود بالدجاج خاصة بتتغير تركيبته وبيصير سام إذا خزناه لتاني يوم بحثت كتير بهي الحجة ولقيت مجموعة من الدراسات استنتجت إنه المبالغة بتسخين اللحوم بشكل عام مش الدجاج فقط قد يؤثر على قابليتها للهضم هلا ما بدي ناقش كثير بمدى قوه هي الدراسات لانه اصلا هي ما حكت عن اعاده التسخين وانما هي حكت عن المبالغه بدرجات حراره التسخين ونحن ما فينا نتكهن شو المقصود بهذا الحكي أه واصلا هي الدراسات ما كان الهدف منها مرتبط بسلامه الغذاء وانما بحث امكانيه تحسين استقلاب اللحوم 100% بالمئة يعني. واصلا صياغه الحجه لديئه علميه لأنه المطلع بدرجة خفيفة على كيمياء الغذاء بيعرف إنه طبيعة البروتين أساسا تتغير بالحرارة. هالشي بنسميه دنتل. وهذا أحد أسباب تغير قوام البيض واللحوم بالطهي. أما كيف بتأثر درجات حرارة الطهي ومدته على هاي العملية؟ فهون صرنا خارج موضوع السلامة. أما فيما يتعلق بفلان الغذاء رح أحكي توصيات أهم الجهات المعتمدة. وبظن هيك بنكون حطينا نقطة بآخر الصدر أكيد تفضلي المايك معك كل الجهات المعتمدة إدارة الغذاء والدواء وزارة الزراعة الأمريكية مراكز السيطرة على الأمراض مركز سلام الغذاء التابع للحكومة الأمريكية وحتى وكالة معايير الغذاء البريطانية كل هي الجهات وغيرها تتفق أنه بالإمكان إعادة تسخين الطعام مهما كان بس بشروط أولا طهيه بالمرة الأولى درجة حرارة آمنة ثانيا ما يتخزن بدرجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى ساعتين ثالثا أنه يتخزن بالبراد ولكن لمدة لا تتجاوز ثلاث إلى أربعة أيام رابعا أنه ينعاد تسخينه حتى تصير درجة حرارته أربعة سبعة مئوية هلأ في اختلاف بين التوصيات فقط من حيث عدد براد تسخين الطعام الممكن الإرشادات البريطانية صراحة صارمة بتوصي بعدم تسخين الطعام أكثر من مرة بينما الإرشادات الامريكية اكثر مرونة فهي بتقول انه بعد كل عملية اعادة تسخين بتضل بقايا طعام آمنة ثلاثة عموما يفضل انه لما نطبخ نطبخ بالكميات اللي بتناسبنا لانه تكرار التسخين حتى لو كان امن ممكن ياثر على جوده وفائده بعض الاطعمه واذا صاروا طبختوا كميه زائده حاولوا ما تهدروا اكل لما ما بيتعارض هذا الشيء مع سلامتكم ارشادات السلامه واضحه وذكرناها عده مرات ومنذكر وبنرجع بنذكر مره جديده انه في اكل بيتطلب حيطه اكبر مثل الرز والبطاطا المشوية بورق الألمنيوم تماما شكرا لك استاذة مريم شرفت باستضافتك معنا شكرا لكم يا را ولو هذا واجبنا بتمنى تكون قدمت معلومات تستفيد منها الناس شكرا لأعزائي المستمعين على أمل نكون معكم بحلقة جديدة بنتمنى لكم على طول حياة صحية